سباح رباح ثمانية ونص في سباح رباح وصلنا معكم الأول لجوم تاعنا اللي تربحكم الكارت دو كاربيون بقيمة 50 دينار الجوم تاعنا هي دويل بيان سور عندكم عندكم الفرصة باش تربحوا معنا الكارت دو كاربيرون هذية إذا كان عندكم المينيموم من قانون الطرقات والسلامة المرورية بيان سور في الديوال متاعنا اللي تجمع زوز مواطنين عندهم البيرمي ولا ما عندهمش المفيد عندهم المعلومات كان في الديوال يا عبدو نستقبلوا أول التليفونات معنا سي بو جمعة سلام بو جمعة سلام أخوي أهلا وسهلا بيك سيدي عايش خويا بارك الله فيك بو جمعة من سليانة هكا ولا؟ من سليانة ايه اهلا وسهلا بيك وباللي تابعوا فينا الكل في سليانة شنحوي سليانة والله سليانة ان شاء الله ربي بقى عليها ستر ان شاء الله نحزوا وكملوا نحزوا لبيت ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله موافقين اخونا بو جمعة وان شاء الله العام سابق كما يقول ان شاء الله ربي بقى ستر ان شاء الله به بو جمعة معك رؤوف المتباري الثاني عاصمة يا رؤوف السلامة اهلا وسهلا بيك شنحوي لك لاباس عليك الحمد لله لاباس الحمد لله من تكلم فينا يا رؤوف من القروان توا انت تو حافوز بالضبط تو في حافوز انت يعني انا مانيش الحافوز اما تو في الحافوز نتكلم فيك واضح واضح وتسمع فينا في الراديو على الفريكونس ولا على الانترنت كنت تسمع على الانترنت على الراديو تو قسم عشان يمشي الراديو واضح باري خشم التغطية متاعكم فوالا فوالا ميسال ان شاء الله من نهار من نهاراتك نوصل التغطية متاع حفوزك وكامل المنطقة متاع القيروان فرحانين نكلموا فينا بو جمعة ورؤوف دونك قانون اللعبة نعطيكم سؤال نبداو مع خونا بو جمعة يعطينا أول اقتراح وإذا كان أكثر وإلا أقل أنا نعطيك الكلمة رؤوف قول لك أكثر وإلا أقل معناها بو جمعة يعطينا اقتراح بركة وبعد نمشيو معاك رؤوف داكوردو واضح يلا حضرنا روحكم يا جماعة 5 4 3 2 1 سؤال اليوم في الدويل الأضواء الوضعية اللي نعرفهم بالفايوز الناس كل في الكهرباء على بعد قديش نشوفوهم كي يبدأوا يشعلوا بيان سور كلمة عندك يا أبو جمع ألو مسمعتكش باه الأضواء الوضعية الفايوز الفايوزة في الكهرباء الحمراء من تالي ومن قدام تقع ضعيفة شوية على بعد قديه نشوفوها يا لب قديش على بعد قديش تشوفوهم فوالا بالامتار على بعد 50 متر اكثر من 50 متر رؤوف على بعد 150 متر قديش 150 متاكد من الاجابة عندك فكرة على الاجابة ولا بزهر حسب التقريب حسب التقريب خبرة واضح خبرتك وتقريبك جاوب بالضبط 150 متر هي الأضواء الوضعية وبعضهم قديش النجم ونشوفوهم مبروك عليك يا بو يا رؤوف رؤوف وراء الكارت دو كاربيرون قيمة 50 دينار سيبو جمعة غابت عليك المعلومة يظهر لي وسبقك رؤوف للإجابة الصحيحة ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله مبروك عليه بارك الله فيك وان شاء الله في فرصه قادمه تشارك معنا ابو جمعه بيان سور وتربح سلمنا برشا برشا على سليانه سلمنا على العائله وان شاء الله العام سابع وان شاء الله ربي يعاون عايش يعطيك صحه نقول لك في الامان رؤوف مبروك عليك قلت لي خبره حاجه كيف هناك قداش عندك خبره في الكياس عندي تقريبا من عمري 15 عام تو عمري 24 عام 6 سنين 6 سنين تبارك شنو تعمل في الدنيا تو نسوق ديما دونتون مشوفر تاع سيمي كنت نخدم على توريزم ونخدم على سيمي واضح واضح ان شاء الله ان شاء الله ربي يعاونك يا رؤوف سلمنا برشا على حافوز على القروان وعلى اسمعوا فينا يعطيك صحه نقول لك في لامين دونك الفيز اول فيز معنا لنهار اليوم اللي هو رؤوف عرف انه الاضواء الوضعيه المعروفين بالفايوز نجم نشوفوهم على بعد 150 متر 6 سنين حسب ما قال في الكيس ان شاء الله ربي يعاونه ان شاء الله يعمل كارير باهيه بطبيعه بعيده على كل الحوادث وكل الحاجات الخايبين ان شاء الله بالتوفيق الرؤوف ونسيبوا جمعة زيادة تحية للي يسمعوا فينا الكل يسلم صوتنا في سليانة وفي القروين ولا اول فايزين معنا بالكارت دو كاربيرون قيمة 50 دينار من اهداء اوليبيا في الدويل عندك برمي ومغروم بالسياقة وكي تقعد ورا الفولون تحس روحك ملك الطرقات تخساب معناتها الكياس متاع السيد الوالد اما بيني وبينك السياقة مش كاسكات
السياقة إرزانا وسكان. وريني حديقتك في الكيس في الدويل. الدويل هو ديفي بين سائق عادي وسائق محترف كالكو سوا تاكسيست ولا الواجست. باش نسألوكم أسأل على قانون الطرقات واللي جاوب صحيح يربح معنا اون كارت كاردوغون أو كارت بقيمة 50 دينار من أهداء أوليبيا. شارك واربح في الدويل مع لي كان تركح موشتك سوغ MFM وتتبع برنامج سباح رباح. الدويل تتعدى من الثلاثة الجمعة مع 8:30 متاع الصباح. اطلبنا على 73-278. باش تشارك وتربح معنا اون كارت كاردوغون أو كارت أوليبيا قيمة 50,000 مع لي كان تطلبنا على 73-278. الدويل بمساهمة مالا صدف يظهر لي ولينا ما تقابلو كان في ستاسيون اوليبيا. ماني خفيت بنصيحتك وربحت ملي عملت لا كارت او كارد نتاع اوليبيا وليت جو ريكوبير لا تي في ا اي سي فريمون براتيك. اي ما في بالكش بجديد اوليبيا اليوم افيك لا نوفيل جينيراسيون او كارد بريبيي الريشارج تسهل وتولي تشارجي كارتك ديريكتومون في محطه اوليبيا وهكا تزيد تربح الوقت اي سي انكور بلو براتيك. اوليبيا Nous donnons du sens à votre route. رجعنا معكم في الدويل بعد اول الجو نتاعنا بيان سور اوف في الزمانه نقول الف مبروك الكارت دو كاربيرون قيمه 5